انا مش قادرة اصدق يا جوليوس ان احنا فعلا قعدنا في المول لحد ما اتقفل علينا الباب، واخيرا بقينا لوحدنا خالص في المول. انت متخيل يا مان اللي احنا عملناه؟ لا الصراحة انا مش متخيل خالص، انت جننتني جدا. انا مش قادرة اصدق ان انا طوعتك وسمعت كلامك وهنقعد في المول لوحدنا فعلا. نفرض عايزين نمشي دلوقتي، ماما وبابا هيقلقوا عليا. ما تقلقش ما تقلقش، انا لو احنا اتحبسنا راحت علينا نومة اي حاجة. تعالى بقى نتفرج على بقية الحاجات اللي موجودة هنا. واو بص انا نايم في الدرج بتاع الشنط. انت مجنون خالص يا ابني، تعالى انزل بس عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي. ليه نقعد نلعب بس، بعد كده بقى ايه ممكن نحاول نفتح الباب ونخرج احنا لوحدنا وخلاص. حلو قوي الموضوع ده، عمال اجرب الاسانسير رايح نازل طالع نازل طالع براحتي بمنتهى الخفية. اه شفت، وممكن نلبس هنا اي حاجة احنا عايزينها ونقلعها ونقعد نجربها. طب احنا من فكرك ممكن نلبس ايه؟ تيجي نروح لقسم البنات وتعالى نلبس في باروكة هناك كانت عجباني قوي، عايز ان انا البسها. والله هنقعد بقى ناكل، معانا سندوتشات سوسيس وفاكهة وعصاير، ومعانا كمان الكشاف عشان ايه بعد ما نخلص اكل نقعد نلعب في المول. قشطة عليك يا مان، برافو. ايه انا مش عارف الصراحة اعمل ايه ولا ايه، انا خدت معايا الكشاف اهو عشان نلف في المول. طيب تعالى بقى نمشي هناك كده. بص انا بقولك هناك البركات اللي انت بتقول عليهم هم. واو انت واحدة وانا واحدة. طيب هاتلي يلا، انا بحب قوي الشعر الاصفر. اوكي احنا اكيد هيبقى شكلنا مسخرة يفطس من الضحك. شكلك فعلا مسخرة بالباروكة الصفرة دي. طب وريني كده عليك هتبقى عامل ازاي. هات واحدة وانا اوريها لك عليا، هيبقى مظن انا وانت مسخرة. تعالى بقى نمشي في المول كده وندور على بقية الحاجة. يا ترى نعمل ايه تاني؟ احنا كده قسنا البوريك وهنلعب في الشنط. ممكن ان احنا اذا بص انا واحد شنطة، انا واخد شنطة وانت واخد شنطة تانية. ايوه كل واحد فينا شايل شنطة. الله يا بلاش والله، عمالين بنلعب بالشنط ولابسين بواريك. واو طيب اوكي تعالي نعمل بقى ايه دلوقتي. ممكن نروح على قسم الملابس او نروح لقسم نقعد ناكل شوية الاول بعد كده نروح لقسم الملابس. الواحد كان نايم تعبان جدا. اما اروح كده اتشيك على المول اشوف في حاجة كده ولا كده. لا كده هنا كله تمام. كله تمام هنا. ايه ده البواريك ناقصة، مين اللي اخذ البواريك دي؟ انا عارف ان محدش لبسهم محدش اشتراهم. يا نهاري مين اللي سرق البواريك دي؟ انا لازم اعرف على طول. الو في حد سرق حاجات من المول، بسرعة ابعتولي باك اب بسرعة على المول، عايزين نعرف مين الحرامية دول. مش عارف هما كمان خرجوا ولا لسه في المول. نزلت تحت كده اشوفهم. ايه ده يا نهاري، مين اللي كعبل الدنيا كده؟ الدنيا متكعبله خالص. ايه ده وفي كمان ولدين نايمين على الارض. يا نهاري يا هم دول الحراميه. انا مش شايف حاجه، ولا انا اتخضيت، انا دايما شفت بوليس. شكلنا هيتقبض علينا. وقعنا كمان على الارض، وقعنا على الارض. الحقونا بسرعه، ابعتولي باك اب بسرعه. شفت الحراميه ولدين صغيرين في المول، عايز الباك اب يتبعت بسرعه على المول ضروري حالا، انا مستني عشان نقبض عليهم.